حينما لاحقه الصبيان في الطائف يضربونه بالحجارة بعد أن أرسله رجال الطائف، هناك جلس تحت شجرة وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحينما سقط دم كان يلتقط الدم بيده، قالت له زوجته سيدة خديجة عليه السلام، قالت له: دع الدم ينزل إلى الأرض. قال: أخاف أن يغضب رب الأرض على من عليها.